هي مخلفات إيقاف ثان نفذته قوات الأمن مساء الاثنين، هذه المرة لمحاميين آخرين. قالت وزارة الداخلية التونسية إنهما اعتديا على أعوان أمن في المحكمة. اقتحام ثان لمقر الهيئة التونسية للمحامين اعتبره عميد المحامين تصعيدا خطيرا ضد المحاماة، لذا أعلن عن تحركات احتجاجية تتمثل في إضراب عام بكافة المحاكم الخميس تتلوه وقفات غضب. الاعتداء على دار المحامي راهي هي اعتداء على المحاماة الكل، واعتداء على عميد المحامين، واعتداء على أعضاء الهيئة الكل، وعلى رمزية دار المحامي. وراهي مقر من مقرات الهيئة الوطنية للمحامين اللي هي محمية بالفصل 46 من المرسوم منظم المحاماة، واللي نص على وجوب إعلام رئيس فرع واستدعاء وحضور قلم التحقيق معه عند التفتيش. عميد المحامين التونسيين اعتبر أن الشرطة اعتمدت القوة المفرطة في استهداف مقرات المحامين حسب وصفه، سواء في إيقاف المحامية سونيا الدهماني السبت أو زميليها بعد ذلك، لكنه شدد على أن المحامين ليسوا فوق القانون ومع محاكمات عادلة، داعيا قضاة التحقيق إلى احترام الإجراءات القانونية دون تعسف. اللي صار على دار المحامي راهو رسالة خطيرة جدا، أنه كأنه المحاماة التونسية هذه يلزمها تسكت ولا تركع. لا، لن يكون ذلك. المحاماة التونسية ستواصل النضال من أجل الدفاع عن كل هذه القيم والمضامين والمبادئ والحقوق الدستورية والحريات ويعني القضاء المستقل. وبرر الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية ما حدث بأن قوات الأمن بصدد إنفاذ القانون وتكريس العدالة، وأن مقر هيئة المحامين مكان عام ليست له أي حصانة، قائلا إن أطرافا لم يسمها بصدد التجيش والتحريض على العلاقة الوطيدة بين قوات الأمن والمحامين حسب تعبيره. تصعيد في المواقف وفي درجات الاحتجاج اتخذه المحامون التونسيون سبيلا لصد ما يعتبرونه استهدافا للمحاماة وللحريات في البلاد، إضرابات وتحركات احتجاجية تزيد من حدة التوتر مع السلطة القضائية. فتح الفالحي ميديا تونس.